فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابني جعل زوجته معلقة لمدة 6 سنوات، وقد أجبرته على طلاقها، لكنه لم يطعني في هذا الأمر بل استمر في تعليقها، يقول: أفيدوني في هذا الأمر وما نصيحتكم؟ يرجع للمحكمة، الحق لها هي، إذا طالبت بالانفصال منه ترجع للمحكمة، نعم، وتنظر في قضيتها، نعم.